مساء الخير وأهلا بحضراتكم في هذه التغطية الهامة. طول الوقت بنتابع ونتحدث عن الزيادة السكانية ومدى خطورتها وأضرارها، ويمكن بيأتي على رأس هذه الأضرار بيأتي الضغط على موارد الدولة بالتأكيد واستنزافها، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو حتى أبسط أشكال الحياة العامة. يمكن يعني وسط هذا الكم من التحذيرات والتشديدات اللي الدولة بتنبه ليه الحقيقة طول الوقت، كانت المفاجأة اللي هقول لحضراتكم عليها حالا. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10,100,000 نسمة، وهو ما يساوي ضعف عدد سكان دولة الكويت اللي بيبلغ 4,900,000 نسمة في عام 2030. دي محافظة القاهرة فقط. مش بس كده، خلوني كمان أقول لحضراتكم أيضا أن بيانات الجهاز كمان رصدت اقتراب عدد سكان القاهرة من عدد سكان السويد، وده اللي هيكون بحلول عام 2030 بواقع 11,200,000 نسمة. أما بالنسبة للإمارات ف 11,100,000 نسمة، ولو هنتكلم عن اليونان فتعداد سكانها 10,800,000 نسمة، وبالنسبة للتشيك بيبلغ 10,700,000 نسمة أيضا، وهيتساوى أو يتفوق على عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام 2030، وهي البرتغال واللي هيبلغ 10,000,000 نسمة. أما المجر ف 9,600,000 نسمة، وبالنسبة لسويسرا فبيبلغ 9,500,000 نسمة، ولو تحدثنا أيضا عن النمسا فبيبلغ 9,300,000 نسمة. طيب إيه اللي خلانا يعني ندخل في هذا الرصد والتقييم؟ الحقيقة أنه السبب ببساطة أن 50 يوم فقط كانوا كافيين بشكل كبير من أجل زيادة عدد السكان ب 250,000 مولود، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأصبح إجمالي عدد السكان 102,250,000 منذ أن سجل عدد سكان مصر 102,000,000 نسمة في 5 يوليو من العام الجاري. طيب البعض ممكن يتساءل، ممكن يسأل الزيادة دي اتقسمت ازاي؟ خلوني أقول لحضراتكم أنه بلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوم، وهم تحديدا ال 50 يوم الماضية من على العام الجاري 5,000 فرد، وفي الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية، وده اللي خلى محافظة القاهرة تأتي على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها مثلما ذكرنا منذ قليل 10,100,000 نسمة. كمان لو هنتكلم عن تعداد يعني بعض المحافظات، فجاءت الجيزة في المرتبة الثانية اللي وصلت 9,300,000 نسمة، ثم تلتها الشرقية اللي وصلت 7,700,000 نسمة، ثم الدقهلية 6,900,000 نسمة، ثم البحيرة 6,700,000 نسمة، ثم جاءت المنيا 9,100,000 نسمة، ثم القليوبية 6,000,000 نسمة، ثم أيضا جاءت سوهاج وبلغت 5,600,000 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية 5,400,000 نسمة، وأخيرا الغربية 5,300,000 نسمة. الحقيقة أنه موضوع هام، ولو هنتكلم عن مدى خطورته، خطورة النمو السكاني، خاصة أنه يعني له سلبيات عديدة جدا دائما ما نتحدث عنها، هنذكر الحقيقة يعني عيوب وسلبيات كتير جدا زي زيادة الاستهلاك لدى الأفراد وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، أيضا انتشار ظاهرة البطالة والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وكمان ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية وانهيار المرافق العامة، ده غير كمان يعني حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة وانتشار الجريمة بسبب بالتأكيد تفشي البطالة، وده اللي بيدفع البعض يعني ارتكاب بعض الجرائم. ده طبعا هيؤدي إلى بالتأكيد زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك بيأتي على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة. وبجانب كل هذا والأهم، إن هذه الزيادة ستؤدي لصعوبة
رعاية الأبناء وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة وكمان عمالة الأطفال وأيضا كثرة الخلافات الأسرية بسبب التأكيد أنه يعني الدخل اللي بيرد للأسرة مش بيكون كافي أبدا ليهم وكمان ضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين وزيادة الضغط النفسي والعصبي عليهم بخلاف أيضا صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة وانعدام الدخل المناسب وهكذا تستمر الدائرة المفرغة. يعني دي كانت تغطيتنا حول الزيادة السكانية وتحدثنا عن مدى خطورتها. بالتأكيد دوما بنؤكد أنه موضوع في منتهى الخطورة يجب الانتباه ليه بشكل كبير. يعني دي كانت تغطيتنا حول هذا الموضوع الهام وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. انتظرونا في تغطيات ومتابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.